يا أصدقائي، دعونا نكمل الدرس. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. مزرعة بها 763 شجرة. تم قطع 235 شجرة. كم شجرة متبقية في المزرعة؟ ماذا نفعل لكي نعرف؟ أحسنتم، سوف نستخدم عملية الطرح لنعرف كم شجرة متبقية في المزرعة. حسناً، 763 ناقص 235. سوف نحدد منازل الأرقام لتسهل علينا عملية الطرح. هذا الرقم يتكون من 3 منازل: الآحاد والعشرات والمئات. أما هذا الرقم يتكون من 3 منازل: الآحاد والعشرات والمئات. الآن سوف نطرح الآحاد من الآحاد، والعشرات من العشرات، والمئات من المئات. هيا نبدأ بالآحاد. 3 ناقص 5. لا نستطيع أن نأخذ من 3 5، لأن 3 أصغر من 5. إذن ماذا نفعل؟ سوف نقوم بإعادة التجميع. لذلك سوف تقوم الثلاثة بالاستلاف من منزلة العشرات كي نستطيع الطرح. يوجد هنا في العشرات 6. إن منزلة العشرات كريمة، لذلك سوف تعطيه للآحاد 10 واحدة. عندما نأخذ من العشرات واحداً، كم يتبقى لديها؟ 5. أحسنتم. الآن ننقل الواحدة إلى منزلة الآحاد. أصبح لدينا 13 ناقص 5. يمكننا استخدام طريقة العد باليد للخلف لمعرفة الناتج. سوف نضع العدد الأكبر هنا، وهو الرقم 13. ثم نرفع أصابعنا بمقدار العدد الأصغر، أي أننا سوف نرفع 5 أصابع. رائع! الآن سوف نبدأ بالعد تنازلياً من العدد الأكبر بمقدار العدد الأصغر. 13، 12، 11، 10، 9، 8. سوف يتبقى لدينا 8. الآن ننتقل إلى منزلة العشرات. يوجد بها الرقم 5 ناقص 3 يساوي 2. فلننتقل الآن إلى منزلة المئات. 7 ناقص 2 يساوي 5. إذن ناتج الطرح هو 528. إذن يتبقى 528 شجرة في المزرعة. يوجد لدينا هنا 973 ناقص 647. سوف نحدد منازل الأرقام ليسهل علينا عملية الطرح. هذا الرقم يتكون من 3 منازل: الآحاد والعشرات والمئات. أما هذا الرقم يتكون من 3 منازل: الآحاد والعشرات والمئات. الآن سوف نطرح الآحاد من الآحاد، والعشرات من العشرات، والمئات من المئات. هيا نبدأ بالآحاد. 3 ناقص 7. لا نستطيع أن نأخذ من 3 7، لأن 3 أصغر من 7. إذن ماذا نفعل؟ سوف نقوم بإعادة التجميع. لذلك سوف تقوم الثلاثة بالاستلاف من منزلة العشرات كي نستطيع الطرح. يوجد هنا في العشرات 7. إن منزلة العشرات كريمة، لذلك سوف تعطيه للآحاد 10 واحدة. عندما نأخذ من العشرات واحداً، كم يتبقى لديها؟ 6. أحسنتم. الآن ننقل الواحدة إلى منزلة الآحاد. أصبح لدينا 13 ناقص 7. يمكننا استخدام طريقة العد باليد للخلف لمعرفة الناتج. سوف نضع العدد الأكبر هنا، وهو الرقم 13. ثم نرفع أصابعنا
بمقدار العدد الأصغر، أي أننا سوف نرفع 7 أصابع. رائع! الآن سوف نبدأ بالعد تنازلياً من العدد الأكبر بمقدار العدد الأصغر. 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6. سوف يتبقى لدينا 6. الآن ننتقل إلى منزلة العشرات، يوجد بها الرقم 6 ناقص 4 يساوي 2. فلننتقل الآن إلى منزلة المئات، 9 ناقص 6 يساوي 3. إذن ناتج الطرح هو 326. أحسنتم! كيف نتحقق من ناتج عملية الطرح؟ هيا بنا لنعرف كيف. لنتحقق من ناتج عملية الطرح، سوف نقوم بجمع المطروح والناتج. فإذا كان ناتج جمعها يساوي المطروح منه، تكون عملية الطرح صحيحة. أين المطروح؟ أحسنتم! إنه 647، ثم نضع علامة الجمع ونكتب الناتج. أين الناتج؟ أحسنتم! إنه 326. الآن سوف نجمع الأرقام الموجودة في منزلة الآحاد معاً، ثم نجمع الأرقام الموجودة في منزلة العشرات معاً، ثم الأرقام الموجودة في منزلة المئات معاً. حسناً، فلنبدأ بمنزلة الآحاد. 7 + 6 يساوي 13. نحن قلنا إن منزلة الآحاد لا نستطيع أن نضع فيها رقماً أكبر من 9. إذن ماذا نفعل؟ أحسنتم! الرقم 13 يتكون من منزلتين، آحاد وعشرات. لذلك سوف ننقل الرقم الموجود في منزلة العشرات هنا إلى منزلة العشرات هناك. إذن منزلة الآحاد بها الرقم 3 فقط. الآن سوف نجمع منزلة العشرات. 4 + 2 يساوي 6، زائد الواحد الذي نقلناه يساوي 7. أحسنتم! فلننتقل إلى منزلة المئات. 6 + 3 يساوي 9. إذن ناتج الجمع يساوي 973. أحسنتم! وهو يساوي المطروح منه. هكذا تأكدنا أن ناتج عملية الطرح صحيح. أحسنتم! أنتم رائعون! وبهذا يا طلابي الأحباء، نكون قد تعلمنا اليوم معاً طرح الأعداد بطريقة أفقية ضمن 999 مع إعادة التجميع، كيفية التحقق من ناتج عملية الطرح.